الأسئلة تخرج الحزن من الأعماق، وسنبدأ أسئلتنا وكلنا سعادة بلقائك اليوم في أول أيام معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 45. مرحبا بك في الكويت. أنا سعيدة جدا أن أنا معاكم بجد، ويشرفني أن أنا أكون موجودة هنا في بلد يعني بحس أنها بلدي بجد. وطبعا أشكر جدا دكتور عيسى على الدعوة الكريمة، وأشكر كل الناس اللي تعبت نفسها ومعانا. عايزة بقى أقول القصة الطويلة، خليها بعدين، خليها بعدين. بس أنا يعني قارئة ليا من 15 سنة وما كناش اتقابلنا، فدي كانت فرصة رائعة أن احنا نتقابل بعد كل الوقت الطويل ده. أبحر إلى البحر الذي تجهله تصل، فلا عبور إلى النجاة في السبل التي نألفها. بدأت أول أعمالك عام 2005 برواية رائحة البحر، وتبعتيها بالدكتورة هناء، ثم أشياء رائعة والحب على الطريقة العربية، ثم بائع الفستق، وآخرها مرشد سياحي عام 2017. جميعها أعمال تتناول المشهد الاجتماعي الراهن. بعدها فجأة اتخذت خطا مغايرا لم يتوقعه قراؤك. الرواية التاريخية في ثلاثية المماليك أولاد الناس الصادرة عام 2018، ثم سبيل الغارق، وبعدها القطائع، وآخر أعمالك الحلواني هذا العام. ما سر تغيير البوصلة؟ تعرفنا عليك وأنت تسردين الحاضر، كيف عبرت للسرد التاريخي وبالتحديد التاريخ المنسي؟ وهل كان سبيلا مألوفا لريمبسيوني؟ طبعا انا سعيده جدا ان انت بداتي حضرتك بداتي بالمقطع من روايه رائحه من سبيل الغارق، ابحر الى البحر الذي تجهله تصل. انا كتبت 5 روايات يعني معاصره اجتماعيه، وكنت ساعتها خدت جايزتين، جايزه ساويرس احسن عمل وجايزه احسن عمل مترجم، وترجمت 3 روايات من الروايات بتاعتي. لكن حصل لي حاجة غريبة جدا، هي أني أنا توقفت عن الكتابة تماما لمدة 7 سنين. 7 سنين أنا افتكرت أن الموهبة بتاعتي خلصت صراحة يعني، وقلت أن أنا شخصيا بحس أن الكتابة ده نوع من أنواع الرزق كده من ربنا، وأن ربنا لزقني وخلاص خلصت اللي أنا عايز أعمله. لحد ما شاءت الظروف أن أنا أنتقل لمصر 2013. ولما انتقلت لمصر رحت مع بعض الأصدقاء لأول مرة، لأن أنا من اسكندرية طبعا، المصريين اللي هنا يعرفوا اللهجة على طول. لأول مرة أروح مسجد ومدرسة السلطان حسن، اللي هو طبعا سلطان من المماليك أو من أولاد الناس، اللي قرأ الرواية عارف الفرق بين المماليك وأولاد الناس. دي كانت أول مرة في حياتي أزور المكان ده. الحقيقة هو جاب لي ذكريات غريبة وأحاسيس مختلفة. أنا درست في جامعة أكسفورد، عملت الماجستير والدكتوراه هناك، وكان عندي نوع من أنواع الانبهار بالمباني بتاعة العصور الوسطى في إنجلترا. مجرد أن أنا أخش كده وأعرف أن أنا قاعدة في مبنى من القرن 12 أو 13 والناس لسه عايشة جواه، كنت بحس بانبهار شديد جدا، وما جاليش للحظة إحساس أن ده ممكن يكون موجود عندنا وإحنا مش عارفين يعني، وإحنا مش حاسين بقيمته. لحد ما كانت زيارتي لمسجد ومدرسة السلطان حسن، المدخل المنكسر، لو حد راح هناك يشوف كده الدخلة الأولى اللي هو مدخل منكسر، مفروض ان هو شيء فيه بعض روحانيات، كأن الإنسان هو داخل يحاول ان هو يصفي قلبه من هموم الدنيا وهو داخل على المسجد، فيديله فترة ان هو يمشي كده زي في طرقة لحد ما يصفي ده، وبعدين يخش في ساحة كبيرة جدا، فكأن هو الفتح يبدأ يجيله أو يفتح قلبه لتقبل الروحانية اللي موجودة في المكان. كل حاجة في المكان كان لها أنا مش هطلب سهلة حاجة كلمة واحدة. بعد كده للأسف أن أنا كنت عندي جهل شديد بقى مين هو سلطان حسن، فسألت الناس اللي معايا مين هو سلطان حسن، فقالوا ده سلطان من المماليك بنى المكان ده ودفع فيه كل خزانة الدولة وبعدين اتقتل وما اتدفنش فيه. فانا قلت انا لازم اروح واكتشف. ده بقى كانت 3 سنين من اكتشاف للتاريخ المملوكي، دي كانت بدايه دخولي بقى للعصر الاسلامي. معلش انا طبعا عايزه على ذكر المماليك ومسجد السلطان حسن، وهذا المسجد بالذات مبني بعشق ودموع وشوق الى لقائه. مسجد السلطان حسن، لم ازل ابحث عن من سرق المشكاوات وما بقيه الحكايه. جلست وأنا أعرف أن النهاية قريبة والوحدة موحشة والأحجار كلها دفء. تاريخ العمارة الإسلامية وانتهاء عصر المماليك بشكل دموي والصراع على السيادة
كل ذلك تاريخ منسي أعادة الرواية تسليط الضوء عليه عبر استخدام الخط العاطفي وثنائية الضعيف والقوي، صاحب السلطة والمهمش، المرأة والرجل، العنف والحكمة. كيف لجأت ريم لهذه الثنائيات؟ الثنائيات هي كانت إن أنا لقيت إن في كل مبنى في مصر في قصة وراء، وقصة رائعة من شخص يعني تعرض لضغوط نفسية، من شخص تعرض للسجن، من شخص تعرض لتعذيب. يعني لو رحنا مثلا مسجد المعيد شيخ اللي هو أحد سلاطين المماليك، هو كان مكانه سجن للتعذيب، وبعد كده هو اتعذب فيه تعذيب شديد جدا، وندر وقال لو طلعت من السجن في يوم من ذات الأيام أنا ناوي أن أنا أهد السجن ده وأبني بداله مسجد. فده كان مسجد المعيد شيخ. يعني كل مكان في مصر ليه قصة وراء. فلقيت نفسي بقى أن أنا زي ما غرقت، زي سبيل غرق كده، غرقت في قصص الأماكن الموجودة في مصر، خصوصا العصر الإسلامي، لأني بدأت بقالي دلوقتي 7 سنين قراءة مستفيضة في العصر الإسلامي، بحاول أن أنا أكتشف حاجات يمكن ما خدناهاش في التاريخ قوي. لقيت طبعا كنوز، واللي يمكن الواحد لما يقرأ التاريخ أكتر يبتدي يفهم الحاضر بطريقة يعني أوسع وأشمل. لكن اعتمدتي في كتاباتك على الخط العاطفي، يعني دائما في قصة حب وفي خلفية تاريخية وراءها. خلينا نقول برضو ان العرب يتقنون الحب. يعني نبص على اشعار العرب، في اقوى اشعار الحب الموجودة كانت في العصر الجاهلي على فكرة كمان، مش حتى بنتكلم يعني ما انا ما مثلا بكون عايزة ادي لنفسي كده دفع للقراءة، مع اني عمر اقول سر بتاعي ان انا اسمع شعر عربي جاهلي. من قد ايه ان غريبان ها هنا مثلا، وكل غريب غريب نسيب، يعني كلمات بسيطه لكن قد ايه معبره، وقد ايه بتعبر عن مشاعر رقيقه جدا وساميه جدا وحلوه جدا. فيمكن احنا ظلمنا شويه الحب عندنا، يمكن احنا افتكرنا ان هو مش موجود، وهو موجود كتير، وكان موجود اكتر في العصور الوسطى. الناس دايما كانت بتقول لي بقى السؤال، ازاي واحد يكون بيقتل ويدبح ويكون بيحب؟ عنتر ابن شداد. يعني فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك هي المتبسمي. ده واحد بيتقتل بيده وهو بيفكر في ثغرها المتبسم. فيعني فكرة ان الواحد ممكن يبقى عنده وجهين في عصر قاسي شوية على البشر، يمكن دي فعلا زي ما حضرتك قلتي خلتني عايزة اكتب عن الحب. وكانت تعرف ان قصص الحب تساعد على الالتئام ولو الى حين، وتعطي الثقة في أن الموت ليس النهاية وأن الحياة ليست الغاية. نجحت قصص الحب رغم العقبات بينما هزم الأبطال في حروبهم على الأرض. ما الذي أردت إيصاله لنا؟ أبطالك كانوا قصص حب ناجحة ولكن هزيمة كبيرة جدا في ساحات المعارك والحروب. حقيقي طبعا هو أنا دايما بحب يكون في أمل في أي رواية بكتبها، حتى لو كانت فيها نهايات حزينة، زي مثلا سبيل غرق. يمكن سبيل غرق فكرتها كلها في اليمامتين دول اللي احنا طول الوقت شاطر حسن. أيوة شاطر حسن. شاطر حسن واليمامة. لكن هي فكرة ان الحب اذا انتصر، سواء كان الشخص اللي احنا حبيناه موجود او غير موجود، لكن انتصار الحب في حد ذاته هو انتصار، ووجود الحب هو انتصار. يعني عندنا جورج أورويل في رواية 1984 المشهورة جدا كل الناس طبعا بتقراها، يقول أول حاجة اقضوا على الحب، ولما نقضي على الحب نقدر نسيطر على أي حد. ففكرة ان احنا عدم وجود الحب، طبعا الحب ده ليه يعني اشكال مختلفة، مش بس الحب بين الرجل والمرأة، يعني الحب بين الأم وولادها، الحب بين الأصدقاء، يعني في أنواع حب كتير جدا، حب الوطن. سفن مرت وقناة تفتح بمرور السفينة البريطانية HMS نيوبورت الحربية، القناة التي هي سبيل الوصول إلى كل البحور. إسقاطات ريم التاريخية والنجاح في مزاوجة الحاضر بالماضي، هل ترغبين في نقد الواقع عبر النظر لما جرى منذ قرون؟ يمكن أرغب في فهم الواقع أكتر بأن أنا أحاول أرجع. يعني مثلا فكرة الإنجليز دخلوا مصر ليه؟ عرابي كان خاين ولا كان بطل؟ قد ايه السؤال ده فضلنا نقعد نسأله طول حياتنا ومن غير اي اجابات. لكن لو اللي يقرأ التاريخ القديم ويعرف ان المماليك حربت عند الهند، وان لما اكتشف طريق رئيس الرجاء الصالح وما كانش بس هو المشكلة الاساسية كانت القراصنة البرتغاليين اللي قرروا ان هم يقضوا على الدور التجاري للعرب
تماما مش مصر بس، فان ان احنا نكتشف ان الدنيا اتغيرت بعد دخول البرتغاليين، واصبح من يملك الطريق والبحر هو الغرب. فدي في حد ذاتها حته مهمه جدا، سواء كان برتغاليين، بعد شويه بقى هولنديين، بعد شويه بقى انجليز، دلوقتي طبعا مش عايزين نقول مين بس احنا كده عارفين يعني. بس يعني دايما اللي يملك الطريق والبحر هو ما بقاش للاسف احنا. فهي لحظه فيها طبعا هزيمه الشاطر حسن في روايه سبيل غرق، وفي نفس الوقت بتشرح لنا ليه حصل تاميم قناه السويس، اللي احنا برضو في مصر قعدنا نسال نفسنا كتير هي ايه اللي خلى يعني قناه السويس تتامم، ومعنى ايه هي قناه السويس، هل انجلترا كانت هتسيب قناه السويس ولا لا، السؤال الكبير ده احنا بنساله طبعا. ومن خلالها تناولت المعابر البحريه، المضائق، الامور هاي، كانت الروايه يعني مليئه بالمعلومات التاريخيه. خليني كمان لو بس ممكن اضيف في معلومه، لان انا كتبت ممكن تضيفين، احنا مشكلتنا بالمجلس والقاعه والوقت. الحكايه يعني قناه السويس بالذات، انا كنت بعمل كتاب عن اللغه والهويه في مصر الحديثه باللغه الانجليزيه، كتاب علمي. وبعدين وانا بعمل الكتاب ده اضطريت ان انا اقرا عن البرلمان الانجليزي عمل ايه لما حب يخش مصر. فهو حب يشرح للشعب الانجليزي هو ليه هيخش مصر، فقال جمله يعني رائعه جدا، هو قال انا مش عايز مصر لنفسي، انا عايز مصر دي فندق. شوفوا يعني كده بالظبط كده، عايزها فندق لما اكون زي ما اكون انا فارس وفي طريقي الى الشمال مثلا، طبعا هو في طريق الهند يعني بس هو مش الشمال، لكن انا فارس ماشي في طريقي الى الشمال، فعايزها فندق اقدر اغير فيه هدومي، استحمى فيه، واكل اكل محترم بس. فهي دي كانت، ويشرح كده للبرلمان بتاعه، ده كتاب على فكره مكتوب يعني ده موثق. فهي فكرته ان هو عايز الطريق الفندق، يعني انا عايز الطريق ده، عايز زي بنك الحظ كده، واحنا بنلعب بنك الحظ نحط على البلاد اللي هناخدها. حصلت رواية أولاد الناس ثلاثية المماليك على جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة، حصلت على جائزة الدولة للتفوق في مجال الأدب هذا العام عن مجمل أعمالك الأدبية، والعديد من الجوائز المهمة. ما رأي ريم بسيوني في فكرة الجوائز الأدبية؟ الجوائز الأدبية طبعا وجودها في العالم العربي دي حاجة رائعة جدا. هي الجائزة أهميتها للكاتب هي انها تقدر توصل صوته اسرع، لان طبعا اهم حاجه بالنسبه للكاتب ان هو صوته يوصل للقارئ، ده لازم يكون الهدف. ولو الكاتب فقد الهدف ده ما قدرش يوصل صوته لاي سبب من الاسباب، هتبقى الجائزه في حد ذاتها يعني بعد شويه مش هتفيده. فهو لازم الكاتب يفضل يشتغل على نفسه طول الوقت، ويمكن وجود جوائز بيخوف اكتر، المسؤوليه بتبقى اكبر. وبالنسبة لريم باسيوني أيضا الجوائز جاءت تباعا بعد توجهك للخط التاريخي، يعني هو أنا كنت خدت قبل كده جائزتين بس كنت برا مصر بقى. بس جائزة بحجم نجيب محفوظ وجائزة الدولة للتفوق طبعا جوائز كبيرة. جاء في إهداء عملك أولاد الناس إلى قرائي لأن كلماتهم تبعث السكينة وتعطي الأمل، نجحت في أن تكوني قريبة من القراء، تصحبينهم في جولات لأماكن تاريخية ومواقع أحداث رواياتك، لك شعبية كبيرة بين القراء من جميع الأجيال وود كبير. ما الذي فعلته ريم بسيوني ونجحت فيه لهذه الدرجة؟ يا رب يخليك. يعني انت حاليا ظاهره جدا مع القراء وحب القراء، يعني يا رب يخليك والله، وما شاء الله يعني ابرز مثال النص ساعه اللي من المعرض من الباركينج للقاعه، يعني ربنا يخليك. يعني هو القارئ عامه العربي ذكي جدا، ويقدر يشعر بصدق الكاتب اللي قدامه. هل الكاتب عايز يكتب عشان يكتب؟ هل الكاتب عايز يكتب عشان يبقى كتب روايه؟ ولا هو عايز يكتب عشان في حاجه عنده تلح عليه ان هو يقولها؟ أنا لما جيت أخش هنا الحقيقة كان في قارئة رائعة قالت لي أنا عارفاكي كويس جدا عشان أنا قريت كل أعمالك. الجملة دي أثرت فيها جدا، لأن أنا لما بقرأ لأي كاتب وأشعر بيه أنا بحس أن أنا عارفاه، هو قعد معايا وبقى صديقي وقعد شرب معايا قهوة وشاي وأنا بشرب قهوة وشاي وأنا بقرأ، خلاص أنا عارفاه، يعني لو شفته هقدر أتكلم معاه كصديق. دي حتة مهمة جدا، مش مفروض ان الكاتب يعني ينساها يتعالى. لا 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 خالص، لان هو في نهاية الامر هو يكتب على الناس ولازم يعرف الناس عشان يقدر يكتب عنهم. لسه كنا بنتكلم على الحكاية دي النهاردة. بس ايضا رحلات القراء يعني واصطحابهم في رحلات تاريخية ويشوفوا الاماكن التاريخية مثل مسجد السلطان حسن وغيره، يعني حدثينا عن هذه التجربة المغايرة.
هي تحية تجربة كانت رائعة جدا. لما كنت بكتب رواية أولاد الناس كنت دايما يعني بوريها لوالدي يقراها، لأنه هو قارئ غير طبيعي، يعني الله يرحمه كان قارئ غير طبيعي. فهو بعد ما خلصت يعني هو بيقراها وقال لي دي من أحلى الروايات اللي كتبتيها، وكان يعني فخور بيها جدا. وبعدين قلت له أنا حاسة أن أنا اكتمالا للرواية لازم أخدهم معايا مسجد ومدرسة السلطان حسن. فقال لي يعني إيه هتروحي إزاي مش فاهم. فقلت له أنا هروح. حتى هو قاعد يتريق عليا، عارفة أنت بقى إيه بتقعدي بتربعي في الأرض قاعدة ويعني قلع جزمة وقاعدة مع الناس. قلت له ده يعني أنا أحلى وقت لما باخد القراء هناك بتعلم منهم، هم بيشوفوا حاجات أنا مش شايفاها. يعني أقول لك مثال صغير جدا، لحد لو كان شاف مدرسة ومسجد السلطان حسن، كنت مرة في رحلة وجدت قارئة قالت لي جملة، هي كانت يعني درسة تاريخ، قالت لي جملة غريبة جدا، هتلاقوا مكتوب على باب المسجد لما تخشوا ادخلوها بسلام آمنين. كلنا فاكرين ان ده معناها خش المسجد، لكن هي مش مكتوبة كده، هي مكتوبة لما تخلص المسجد اطلع للدنيا بسلام آمن. هي مكتوبة على الباب وانت خارج مش وانت داخل. يعني دي حاجة انا ما كنتش عمري خدت بالي منها، ففعلا فكرت فيها قد ايه دخلنا غسلنا كل حاجة نطلع في أمان بقى. فقد إيه مثلا حاجة بسيطة دي قارئ اللي قالها لي أو قارئة يعني اللي قالتها لي. ريم، ننتقل من القراء. البلاء يأتي في صورة الفقد دوما، محاصرة شخصيات أعمالك بالخوف من الفقد دوما. طبعا عندنا بالذات شاطر حسن وسبيل غارق، سبيل غارق رواية كلها على الفقد وكلها أيضاً الممالك، أيضاً في ثلاثية الممالك، ثلاثية المماليك ولسه بقى الحلواني بس مش عايزين نحرق، بس يعني فيها فقد. حضرتك هي سنة كتير صح؟ خلصتها؟ خلصت الصقلي والأرمني. صح. هو الفقد جزء من الحياة اللي احنا عايشينها، يعني الحياة كلها ابتلاءات، كل إنسان بيجيله ابتلاء يعني طريقة مختلفة عن التاني، لكن هي الفكرة كلها نعمل إيه بقى بالابتلاء ده ونبصره إزاي. عشان كده يعني هنلاقي إن في سبيل غارق الشاطر حسن كان طول الوقت شايف إن اليمامات دي بتعاقبه، أو القدر كأنه بيعاقبه طول الوقت على ذنب هو لم يرتكبه، زي بالضبط الإنسان لما بيقول طب اشمعنى أنا، طب أنا جالي كده ليه. إنما في الآخر هو بدأ إن هو يفهم ويسعى للاجتهاد والفهم، بدأ إن هو يسأل ما يمكن أنا مش فاهم، ما يمكن أنا بتعلم مش بتعاقب، يمكن أنا بكتمل مش بنتقص، بفهم نفسي أكتر وبفهم الناس أكتر. فيمكن هي نظرتنا للدنيا هي اللي لازم تتغير، لكن تلاقي موجود موجود بقى، سواء كان فقد أو مرض أو حتى نفسيا، يعني ممكن حد تلاقيه متضايق نفسيا من غير أي سبب. على ذكر يعني أبطال رواياتك، أبطالك ينهضون بعد كل سقوط ويبنون مجدهم الشخصي، من أين يستمدون قوتهم؟ طبعاً هو علشان أنا بكتب على العصور الإسلامية، ففي أبطال عندهم إيمان قوي في الروايات، وهم أنا بعتقد أن الرجل والمرأة، يعني الرجل العربي والمرأة العربية أقوياء. أي حد يفتكر أن المرأة العربية مش قوية، لا هي قوية جداً، هي قوية بطريقتها، قوية بظروفها اللي عايشاها. نفس الحكاية بالنسبة للرجل العربي في الظروف اللي هو المحيطة به، عنده برضو نفس القوة ونفس الإصرار على الوجود في عالم صعب. فأنا بحب دايماً أعبر عن الشخصيات اللي بتحاول وتسعى للوجود حتى لو فشلت في المحاولة، وصول في حد ذاته. الترجمة هل هي مهمة في مسيرة الكاتب العربي؟ هل وصل عملك للقارئ الأجنبي وما ردت فعله؟ رد فعل القارئ الأجنبي بيكون مختلف عن القارئ العربي دايما، يعني وده يدل ان في اختلاف ثقافي طبعا. يعني مثلا روايه بقى الفستق كانت على بنت من دمنهور، وهي كانت كاتبه الروايه وبتتكلم على نفسها وهي في فتره المراهقه، فطول الروايه هي لم تترك المدينه الصغيره اللي هي منها ولا فهمت حاجه عن الدنيا، لكن بتحب ابن خالتها، هو سافر وراح وجي وهي قاعده في مكانها وبرده بتحبه، برده مهما عمل هي بتحبه. فالمصريات كانوا يقعدوا يقولوا لي في حد برضو يقعد يحب حد 15 سنة. فقلت طبعا الأمريكان أكيد هيقولوا كده، لقيت الأمريكان يقول لي والله إحنا كلنا حصل لنا كده. قلت لا 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 ده في حاجة غلط، يعني إحنا يعني إحنا العرب يعني في حاجة. فردة الفعل كانت على بقى مختلفة أيضا. دكتورة هناك طبعا استفزت كل الناس الحقيقة بره وجوه، يعني الدكتورة هناك كان في كده إيه الرجالة بره حتى في أمريكا
كان شوية يعني عملنا مرة نقاش عليها في الفصل عندنا، فكان كتير من الطلبة الأمريكان يقولوا لي لا ما ينفعش إن الست تبقى رئيسة جوزها في الشغل، ما ينفعش يعني ده كده على طول فلست يعني الحياة استغربت يعني اندهشت. فدكتورة هناء رواية صادمة ورواية على شخصية، يعني هي ترسم شخصية نسائية معينة موجودة عندنا طبعاً في العالم العربي. ما أنا نتكلم عن دكتورة هناء، هل ستتخلى ريم بسيوني عن الحاضر بكل ما فيه من تقاطعات وهموم وقضايا ملحة لتكمل إبحارها في التاريخ المنسي؟ يعني نتوقع دائماً أعمال تاريخية من ريم بسيوني؟ لا 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 ما أعتقد شيء. أنا أصلاً مش بتوقع نفسي، لأن أنا بلاقي نفسي رايحة في حتة كده من غير ما يعني ما كنا عايزة أروحها، فأنا مش قادرة أعرف بالضبط إيه اللي جاي بكرة، مش قادرة أعرف. فيعني ممكن أكيد هرجع للحاضر في وقت ما، لا أكيد يعني. سؤال أخير قبل أن نفتح يعني باب النقاش، كيف تنظم ريم بسيوني وقتها ما بين كتابة الرواية مع ما تتطلبه من مجهود بحثي كبير والتدريس الجامعي والبحث العلمي ومسؤوليات الأمومة وشؤون الحياة الأخرى؟ والله ربنا بيدي رزق في الوقت، أنا بحس برضو إن ده له علاقة برضو بالرزق كده، بس طبعاً يعني الواحد لازم يكون عنده تركيز، يعني في حاجات كتير بضطر إن أنا أتنازل إن أنا أعملها، يعني ما بنزلش كتير، ما بشوفش أصحابي زي ما أكون عايزة، قليل إن أنا مثلاً أشوف أصدقائي أو أعمل حاجة لنفسي، معظم الوقت بشتغل يعني، فهي دي أكيد. وبعد بس أنا بستمتع. ما برنامجك للكتابة؟ لا هو لو حاسة إن أنا عندي إلهام ممكن أقعد أكتب كتير، لكن لو ما عنديش 7 سنين قعدت 7 سنين، لكن يعني مش برغم نفسي على الكتابة، بسيب نفسي كده يعني لو عايز أكتب خلاص، مش ببقى حاسة بحاجة حواليا. يعني لو كنا بنتكلم على الأمومة دايما بنتي تتريق عليا لأن أنا حرقت المكرونة اللي بتتسلق، يعني لو المكرونة بتتسلق صعب إنها تتحرق ويعني تعمل ألارم وكده، بس أنا الحمد لله وصلت لمرحلة إن أنا بكتب ومش بص حواليا خالص. نترك المجال لبعض يعني الأسئلة قبل. تفضل. شكرا لك على الدعوة. ربي يخليك. ونحن بدولة الكويت البلد العربي الجميل الذي يعشق مصر ويعشق الأمة العربية. دعينا نركز في أعمالك العميقة. أولاد الناس، ثلاثية المنتظرون، الحلواني. المرأة في أقل درجات الضعف تصنع تغيير الرجل، من أين لك هذا؟ الاستحاء والوحي والفهم الثقافي. علشان برضو يمكن قريت شوية عن الفترات دي، وقريت شوية عن المرأة في الفترات دي وازاي كانت بتتصرف، وحاولت ان انا طبعا استعمل الخيال شوية واستعمل برضو الواقع. يعني كتير مننا بيشوف ساعات امرأة ممكن نفتكرها انها ضعيفة، في الحقيقة هي تكون هي اللي بتقرر كل حاجة. يعني احنا دايما نقول في مصر المرأة السعودية او المرأة السعودية ممكن تكون شكلها قدام جوزها بتسمع كلامه في كل حاجة، لكن هي تتخذ كل القرارات. يعني نحن في الوطن العربي نعتقد او نكاد نعيش حال من تهميش المرأة وعدم اعطاء المرأة ما تستحقها من مكانة، وهذه طرحت قبل حضورك في محاضرة للمبدعة نعيمة الشايخ. دائما نعتقد ونتفاعل ان المرأة لم تأخذ حقها وان جاءه يأتي متأخرا جدا ورعد النضال، لكنك في عصور إسلامية حاول البعض ان يشوه وضع المرأة فيها، نراها منتصرة ونراها أداة التغيير لأعظم وأخلص الرجال في التاريخ. هذه المعادله كيف بنتيها بيكم؟ هو الحقيقه دي حقيقه تاريخيه. يعني احنا يمكن دي حاجه صادمه شويه، لكن في عصر المماليك يمكن المراه كان لها حقوق اكتر من دلوقتي، مع ان احنا في عصر نفتكر ان عصر المماليك ده عصر يعني للاسف ما درسناهوش باستفاضه، لكن اللي خلاني اقول كده ان انا كنت علشان في البحث بتاعي بصيت لعقود الزواج في العصور المملوكيه، فلقيت ان عقود الزواج في العصور المملوكيه اولا هي حوالي 10 صفحات فيها نصائح للزوج والزوج، وفي عندنا على فكره موجوده للناس ممكن تشوفها في متحف سوهاج، يعقود زواج مملوكي. بعدين فيها شروط المراه تحطها، شروط دقيقه جدا، يعني زي مثلا لو جوزها تزوج عليها فيقع الطلاق، او لو جاب جاريه مش لازم يتزوج ان هي يقع الطلاق وتاخد كل حقوق بتاعتها، او ان هو يدفع لها فلوس زياده، او ان هو يديها حاجه. وطبعا كاتبه فيها الواجبات اللي هتعملها جوه البيت، يعني هتشتغل كام ساعه، هتنضف قد ايه، لا كاتبين تفاصيل. فالواحد لما قرا التفاصيل دي قال اولا ازاي حد بيفكر يكتب التفاصيل دي في العصور دي من غير ما
يعني احنا دايما كده في مصر بنقول لا احنا مشتري راجل، مش ممكن نكتب الكلام ده، مش ممكن نكتب حاجه. ف يعني الافكار دي فعلا في اختلاف شديد جدا. وجود المراه برضو، حضرتك طبعا قريت اولاد الناس، الجزء الحكايه الثانيه اللي باسمه انا عارفه انها بتحبها في اولاد الناس، بتتكلم على المراه اللي كان عندها زي ربع في القاهره وبتجيب فيه كل المطلقات والارامل اللي بتعيشهم فيه. فزي ما نقول دلوقتي المجلس القومي للمراه كان عندهم زمان، فعلا دي قصه حقيقيه، ان هي يعني تاخد اي امراه ما عندهاش عائل وتعيشها فيه وتجيب لها شغل. احنا بنتكلم على عصور كان فيه فعلا وعي اكتر، يعني مش اكتر بس فيه وعي عن دور المراه. اتفضل. يا رب يخليك والله، انا اللي اساعد والله. انا اسف كتبت الريفرسيوني العاجز. اي صح. انا عبد المحسن مظفر عليها. والنعم. اهلا وسهلا. الكتابات الريفرسيوني اعادت للقارئ العربي شغف القراءه. صحيح. الذي انقطع عنه مده طويله. يا رب. واعتقد هذه كتابات الريفرسيوني اتاحت للقارئ العربي عوده للذة القراءة اللي كان يشوفها في كتابات نجيب محفوظ. ده شرف كبير يعني. تخلي نجيب محفوظ يرجع. وخذت جائزة نجيب محفوظ. إن شاء الله تكتب عنها. أنا في نهاية الحلواني، لسه ما شفناش الحلاوة فيها يعني. في نهاية الحلواني بعد الصراعات الطويلة في العصر الفاطمي والعصور الفاطمية، هناك محاولة تلميع لصورة صلاح الدين الأيوبي في الأسطر الأخيرة من الحلواني. هي هذه مقدمة لكتابة رواية أخرى عن عصر الدولة الأيوبية، عن صلاح الدين الأيوبي ومن جاء بعده، هي كذلك. إذا نحن في انتظارها. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، ودايما بتسأل نفس السؤال في مصر كمان بالذات. هي يعني الرواية الجزء الأخير منها، حتى ناس بتقول لي طب انت مسميه الكردي، لكن البطل فيها إبراهيم أكتر. لكن صلاح الدين أنا كنت عايز أكتب عنه الشاب اللي أقسم إنه ما مش هيخش مصر تاني من اللي شافه في اسكندرية بالذات، وأنا جاي من اسكندرية. فكنت عايز أكتب على الشاب ده، إزاي شخصيته اتغيرت، إزاي عاش تجارب معينة، إزاي تحول وبقى وزير، وازاي قدر ان هو يطيح بالخليفه ويسقط الدوله الفاطميه. لانه فعلا زي ما حضرتك قلت، وقفت عند بدايه حياته، يعني هو كان لسه مش متاكد اذا كنت هعمل بقى ثلاثيه ثانيه ولا لا، لسه ما يعني مش واضح. ادعي لي بقى امتى بقى يعني. ربنا. اي اسئله؟ نروح للجانب الثاني يعني ننتقل. اتفضلي. يا ليت الاسم نبيلة مظفر. انا وبابا لازم نتكلم. ايوه. اولا انا سعيده جدا بوجودك معنا، نورتك. باختصار شديد انا حبيت اسالك عن النزعه الصوفيه في خاصه في سبيل الغارق يعني، ورايك في الصوفيه، لان يعني حببتيني فيها وانا ما كنت اميل لها، بس باسلوبك الجميل اعطيني انطباعك انت عن الصوفيه. كم احنا عندنا وقت قد ايه؟ الصوفيه دي عايزه أعطيهم طبعا بسيط. أيوة أنا يعني الصوفية أعتقد أن هي، هقول لك عليها جملتين. الجلال الدين السيوطي اللي هو كتب تفسير الجليلين طبعا، هو كان صوفي، وهو قال على لسان أحد الصوفيين أن هو لما شاف الحاجات اللي بتحصل في العصر بتاعه، هو اللي احنا بنتكلم على جلال الدين السيوطي يعني في أواخر عصر قايتباي كده، فاحنا بنتكلم على 600 سنة من دلوقتي، لما شاف الممارسات بتاعت الصوفيين قال لو أنا مش عارف الصوفية الحقيقية كنت أكاد أقول إن دي حاجة مش كويسة. فطبعا في ممارسات خاطئة كتير جدا، إنما الصوفية كطريقة وفكر إسلامي من أعظم الأفكار الإسلامية أو التيارات الإسلامية اللي كانت موجودة على مر العصور، ومن أكتر التيارات الإسلامية اللي ساعدت على انتشار الإسلام بين التتار اللي هم احتلوا البلاد العربية، أسلموا على يد الصوفيين. مثلا عندنا حد زي عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني ده أسلم على يده مثلا 56,000 حاجة كده، عدد كبير جدا من الناس يعني. برضو عندنا، بس زي ما قلت لك، هي مفهومها بتاعهم بتوع زمان لا تقتصر على
الشيخ والأوراد والأحزاب وكل الأفكار دي، طبعا مع احترامنا لكل الأفكار دي، هي أكتر منها جهاد لنفسنا، تصفية لنفسنا، تسامح مع الآخر، مواجهة النفس بالأخطاء، تواضع شديد جدا، فلها يعني قسوة شديدة مع النفس وتفاؤل شديد، لأن دايما الصوفي حاسس أن ربنا معه بيحبه وبيحب اكتر ما هو كان يعني اكتر عنايه، حب عنايه، يقول عليه حب عنايه، فهو فيها نوع من انواع التفاؤل والاطمئنان موجوده وقويه. لو احنا فكرنا في العلماء المهمين جدا على مر العصور، الفقهاء كانوا برضو صوفيين، بس زي ما قلت لك ما ينفعش كل اللي موجودين نقول عليهم ان هم دول صوفيين حقيقيين. هي صحيح. دي بس المشكله. علاء حاولت والله اعملها بسرعه، عملت بسرعه. مساء الخير. من حسنات المجلس اليوم وجودك مع باسمة. يا رب يخليك. فشكرا لهذا الحضور وهذا الاختيار. يعني أنا عندي نقطتين حبيت أتكلم فيها. أول شيء أشكرك جدا لأنك حببتينا في الأماكن التاريخية، كنا نزورها يعني سابقا سواء المعز أو المغربلين أو أي مكان، بس بديت أنا أشوفها في عينك بعد القراءة بشكل أدق، حتى البيبان بديت يعني أتفحصها وأشوفها بدقة جدا، فأشكرك يعني عدتي النظرة الأخرى للتاريخ أو الأماكن التاريخية. هذا من ناحية. عندي نقطتين، النقطة الأخرى تتعلق بالعنوان، يعني على قدر ما هو عميق كتبك عميقة، على قدر ما عناوينك بسيطة جدا حقيقة. يعني ما أعرف يعني ألا تبذلين جهدا في العنوان؟ طبعا من وجهة نظري هذا واحد. ثانيا عندي يعني أرى نقلة كبيرة في الأسلوب والكتابة واللغة ما بين الروايات المعاصرة والتاريخ، بحيث أحيانا لما أجلس أتأمل أشعر بأن هذا الكاتب غير عن هذا الكاتب. الحمد لله. شكرا. هو طبعا أنا قعدت توقفت 7 سنين، فده كنت بقرأ فيها وقت طويل جدا، لكن أنا عكس الناس شعرت أن التاريخ حررني مش قيدني. ليه؟ لان مثلا كان عندي شويه افكار زي ساحره الهرم ما كنتش ممكن اكتب عليها في حاجه يعني معاصره، مش عارفه ما كنتش، هو ممكن طبعا بس انا ما كنتش مرتاحه ان انا اكتب عليها، فحسيت ان انا في زي مثلا كنا بنتكلم النهارده على شخصيه ضيفه، هل هي ساحره ولا مش ساحره؟ فوجود بعض الاشخاص اللي هم لهم هاله سحر مثلا ما كنتش قادره اعمل الحكايه دي قبل كده. برضو الكلام شويه بلسان شعر، الحاجات دي كلها كنت بحس ان المعاصر شويه كان مقيدني فيها، فيمكن الانسان بيدور على طريق وبعدين يلاقي نفسه لقى اللي هو عايز يوصل له بعد مده. يعني طبعا عناوين، انا الحقيقه بحاول ان انا حتى الاسلوب يكون بسيط، يعني انا بحاول ان انا بحس ان من اصعب حاجه ان الانسان يبسط معلومه معقده او احساس معقد، يعني ده اصعب من ان هو يكتبه بطريقه معقده. لكن هو اكتر عنوان بقى كان يعني كان صعب، واللي هو سبيل غرق، وكان مستحيل يترجم، يعني فكر، لان كلمه سبيل لها معنيين في الروايه والغارق لها معنيين في الرواية، فده كان يعني من الأصعب العناوين، لكن غير كده كل الباقيين فعلا وكلهم على فكرة اتنين، أنا خدت بالي كلمتين صح يعني لحد دلوقتي. السؤال الثاني إلى الحلوين بس الكلمة واحدة والقطاع. صح. في أسئلة كان مش كده؟ الرواية ليست هي عملية توثيقية لهذه الأحداث برغم أنها تستقصي
تاريخي مع يعني لها قدره عميقه على تصميم الجوانب والبواطن الشخصيه ولكنها حضور المراه واضح في رسم تفاصيل الشخصيه وواطن الشخصيه صح. الى جانب ما تمتلكه من لغه عميقه ولكن بسيطه في نفس الوقت يعني مما دفع القارئ الى يعني حتى مهما كان مستوى القارئ يعني مستوى القارئ العادي وجيل الشباب بدا يتجه الى معرفه التاريخ من خلال هذا التقديم المبسط للروايه. وفي نفس الوقت مع هذه اللغه البسيطه والعميقه دائما تحمل روايتها عتبات نصيه فيها يعني اجيال من الشعر القويه ومقولات قويه تقدم من خلالها وجبه دسمه للقارئ يعني توجه القارئ ايضا بالاضافه للقراءه التاريخيه الى الاستفاده من عيون الادب العربي. صحيح، احنا نشكرك على هذه النبذه الجميله النقديه بس عشان نبي نختم سؤال الاخت. شكرا شكرا، كلام جدا قيم يعني، الله يسلمك. اهلا بك الاستاذه ريم، يعني انا كنت سعيده جدا لما عرفت بحضورك للكويت، اتابعك على تويتر ودائما الاسم بليز الى فريش كاتبه من الكويت، يعني دائما اكون سعيده لما حضرتك تقومين برحلات مع القراء الى الاماكن اللي كتبتي عنها، لان انا لما اسافر اعتمد هذه الطريقه، طريقه السفر الى المكان التاريخي بعد القراءه عنه ومحاوله تدوين الحكايات اللي صارت فيه. انا عندي سؤال بس، بما انك تكتبين في روايه تاريخيه، لما تكتبين هل تتخيلين شخصيات رواياتك ابطال في افلام او ابطال في مسلسلات؟ يعني هل تكتبين للكتابه الروائيه فقط ولا الدراما يكون في نظره ان هذه الشخصيات تحبين تشوفينها على الشاشه يعني؟ واذا كان هذا الفكره موجوده ما تحسين من الممثلين اللي بيقول على شخصيه تتحول اعمالك يعني الى الدراما؟ هو المفروض ان احنا بعنا حقوق اولاد الناس، المفروض انها يعني نتمنى انها تتحول. انا عندي دايما تخوف الحقيقه، لان انا اصلا ببقى عايشه جوه الابطال، انا قعدت يعني في الروايات دي كل فتره تاريخيه باخد وقت عشان اطلع منها ومش بطلع منها بسهوله، فببقى عايشه مع الابطال وحاسه ان انا لو اتعملت وما اتعملتش بالطريقه اللي انا عايزاها بالظبط ممكن ازعل جدا واحس ان انا يعني عارفه ده مش عمل بتاعي، فيعني عندي تخوف شويه من الحته دي، بس انا طبعا متخيله شكلهم يعني جوايا متخيلهم، انا بالنسبه لي دول اشخاص موجودين عايزه اقول لك كلهم يعني. في سؤال اخير قبل اتفضلي بعدين بس ربع ثانيه. السلام عليكم، اول شيء شكرا على استضافه الدكتوره رنا الموسى قارئه، يعني انا سعيده جدا ان اكتشفت روايتك اولاد الناس في كورونا، ومثل ما قال العم عبد المحسن انا رجعت للقراءه معها، انا اقرا وكنت فتره قطعت لان ما لقيت شيء يجذبني، وابحرت في اولاد الناس بكورونا، وبعدين تسليت بالحب على الطريقه العربيه وباع الفستق وبعدين سبيل الغار والقطائع وخلصت الحلواني قبل يومين ما شاء الله. فيعني لسه هقول شكرا ونقلتيني يعني خليتيني في وسط الرواية في كل معلومة أطلع وأبحث في جوجل عن الشخصيات وكلها عجيبة يعني، وكان interesting أفهم موضوع المماليك والمصريين وأولاد الناس والتصنيفات، كان very interesting حقي في كورونا، فشكرا كان يعني وقت ممتع هذا اللي أقضيه مع الرواية. شكرا دكتور. تفضل في هنا سؤال. تفضل. طبعا كلمة شكري وتخليل المجلس الوطني الاسم لو سمحت. اهلين قليلة وفرصة رائعة ان احنا نلتقي فيك، وطبعا انت عارف ان احنا نلتقي من قبل لكن كمان اهمي على غير طبيعية بس يعني إدارة جلسة قياسية يعني نص ساعة عشان نتكلم ونسأل طالب المجلس بندوة ثانية الدكتورة وانت تكوني صح كلامك صح كلامك. احنا طبعا انا من ضمن مجموعة اللي عندنا نادي القراءة، كان لنا الشرف ان احنا قرأنا وناقشنا رواية أولاد الناس كمان خلال كورونا زوم الحمد لله محاسن الكورونا. طبعا الجماعه تكلموا عنك
عن كتبك، وأنا مش هذا سؤال. سؤالي ما رأيك في الجواز؟ سألناها. ما برد قلب الجواز. لا ليش؟ إحنا في نادينا عاملين سياسة كيف نختار الكتب، فدائما نروح لجوائز البكر. ودائما هذا أكبر يعني صدمة غير طبيعية. فبصفتك كاتبة، ما هي مطبخ اختيار الجوائز اللي عمرها ما تكون صحيحة؟ يعني إحنا ولا كتاب كان واحد جايزة وهو حائز على جائزة أي كانت. أولاد الناس أولاد الناس لا 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 قصدي البوكر. البوكر هي ما لها علاقة بالبوكر. البوكر تحديدا هو ارتبط جائزة الجوائز. أوكي مو بالضرورة يمكن مو بالضرورة. احنا كده محتاجين الكويت تعمل لنا جايزة جديدة بقى. هو احنا بس ربنا يخليك. انا بس عايز اقول سريع جدا ان برضو خلينا نفتكر ان الجوائز ضائقة لحد كان قاري الكتاب 5 أو 6 أفراد او 10 أفراد قرأوا الرواية. لجنة التحكيم. ولجنة التحكيم دي اشخاص زينا فلهم ضائقة معينة، فممكن يكونوا هم بكل عدل وبكل دي ضائقتهم، وممكن من الضائقة دي ما تكونش الضائقة بتاعتنا يعني. ففي في حتة ضائقة برضو شوية. في سيرك تذكر أيضا أنك لا تعرف الصديق من العدو، فأنت لم تحط خبرا بالغيب. ونحن قبل أن ننهض مغادرين هذه القاعة وعبق التاريخ يحيط بنا، نشكرك على هذه الجلسة الجميلة والحوار الشيق رغم قصر مدة الحوار يعني. الله يخليك. ونتمنى نشوفك أكثر وأكثر بالكويت إن شاء الله. الله يخليك. مرسي جدا. شكرا على الحضور الجميل يعني.